كوارث إنسانية غير مسبوقة. هي أنه النهاردة رسالتنا هي رسالة تضامن مع كل العاملين الإنسانيين، هي رسالة بنؤكد فيها أن العاملين الإنسانيين الذين تم استهدافهم في النزاعات المسلحة أثناء تأدية واجبهم يجب ألا يكونوا هدفا بأي حال من الأحوال، لأنه بيخلف خسارة كبيرة جدا للعالم في كوادر بتعمل في هذا العمل الإنساني. وطبعا بخص بالذكر إخواتنا في الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر السوداني اللي فقدوا أثناء تقديم هذه المساعدات. اليوم هو 19 من أغسطس يوافق ذكرى حزينة للأمم المتحدة، وهو اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث تم تدشين هذا اليوم للاحتفاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفاء في عام 2008، وهو ما يوافق ذكرى تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد ومقتل كثير من العاملين في العمل الإنساني. النهاردة وزارة التضامن بتشارك مع الهلال الأحمر المصري، بنأكد على دور الهلال الأحمر المصري، بنأكد على دور الهام المتطوعي للهلال الأحمر المصري والعاملين في الهلال الأحمر المصري من أجل التدخلات العديدة في العمل الإنساني والتدخلات الإنسانية اللي بيقوم بيها. برضو بنأكد وبنشد على أزر كل مؤسسات المجتمع المدني المصري وعلى دورها الكبير اللي بتقوم بيه في مجالات التدخلات الإنسانية المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها. الحقيقة احنا النهاردة جايين نحتفي ونشكر العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، لأن هم أكتر يمكن فئات بتساعد على إنقاذ حياة الفتيات والسيدات وكل اللي بيتعرضوا لحالات إنسانية، بيقدموا خدمات سواء صحية، غذاء، كل المساعدات اللي محتاجينها الفئات الأكثر حاجة اللي يقدم لهم خدمة، وفعلا عندهم تفاني مبهر. إنسانية قوية.